الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم عناق الميت في المنام أو حضن الميت في المنام، فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. أكد الإمام ابن سيرين طيب الله سراه بأن الشخص الذي يرى في منامه أنه يعانق ميت فهذا دليل على حبه الشديد لهذا المتوفى. تدل رؤية عناق الميت في الحلم بأن هذا المتوفى سعيد بما يفعله له الشخص الحالم في حياة في الحياة من دعاء وغيره. يدل عناق الميت في الحلم على الهجرة لفترة طويلة. إذا رأى الحالم بأنه يعانق شخصا ميت وكان يتصف بالتدين والسيرة الطيبة فهذا دليل على أن الشخص الرائي يسير على الطريق الصحيح. رؤية الميت في المنام من الرؤى الصالحة فهي دليل على قدوم الخير والسعادة. الشخص الذي يرى في منامها الميت يشتكي من ألم في رأسه فهذا دليل على تقصير هذا الحالم مع والديه. وإذا رأى الحالم في منامه كأن الميت يشتكي من ألم في رقبته بهذا يدل على بخل صاحب الحلم على أهل بيته. الرجل الذي يرى الميت في منامه يتألم من جانبه فذلك يكون تقصير منه مع زوجته ويجب أن يصلح هذه العلاقة. الفتاة التي ترى في الحلم ميت فهذا لم يكن خيرا لها. يكون رؤية الميت خير للعزباء إذا رأته يعطيها شيئا ما. المرأة الحامل حين ترى في منامها بأن ميت ينصحها فهذا يدل على حمايتها هي وجنينها من الحسد. إذا رأت الحامل بأن جنينها مات فذلك يدل على إصابة جنانها بمكروه ويجب أخذ الحذر. الرجل الذي يرى في منامه ميت يأخذ بيده ويدله على الطريق فهذا مؤشر لحصول هذا الرجل على مال كثير. الرجل الذي يرى في منامه بأنه يعانق الميت بكل حب يدل ذلك على طول عمره، أما إذا كان يعانقه بخوف وحزن بهذا دليل على إصابته بشر. الشخص الذي يرى في منامه بأن الميت يخبره بأنه سيموت فذلك سيكون حقيقة وسيقابل الحالم وجه رب كريم في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. الرجل الذي يحلم بأنه سافر مع ميت إلى بعيد فهذا يدل على وقوع الشخص في بعض المشاكل التي يحاول الخروج منها ولكن سيقابل الكثير من الصعوبات حتى يتخطى ذلك. من يرى حضن جدته المتوفية في المنام يشير إلى أنه يذكر جدته بالكثير من الدعاء أو يتصدق عليها بالكثير من الصدقات أو تريد جدته شكره على خدمة قام بها لأحد أفراد أسرتها. إذا كانت الجدة من أرباب العمل الجيد والتقوى فإنها تشير إلى صلاح حال الحالم. وإذا رأى صاحب الحلم أنه يحتضن جدته المتوفية فهذا دليل على طول عمر الحالم وزيادة رزقه في حياته الطويلة. وقد تشير أيضا إلى أن صاحب الحلم يستفيد ماديا من جدته الميتة من خلال الميراث ولهم أجرا. من يرى في منامه أنه يعانق جدته الميتة ويبكي فهذا دليل على ضياع دينه والسير في الطريق الخطأ، عليه أن يكون حذرا ومراجعة حساباته والعودة إلى الطريق الصحيح مرة أخرى. قد توحي هذه الرؤية بأن الحالم يشعر باليقظة الشديدة بخلل كبير بالأمان في حياته. تفسير هذه الرؤية قد يكون سبب رغبة الحالم في امتصاص جرعة مكتفية من الاستقرار والسعادة.
إذا رأى الحالم أن جدته المتوفية حضنته في الحلم ولكنه لم يجد الراحة في هذه الضمة، فهذا دليل على تعرضه لبعض المواقف التي تزعجه لفترة من الوقت ولكنها ستختفي تماما. رؤية الأخ المتوفى في المنام يدل على حدوث تغيرات أحوال الحالم إلى الأفضل. رؤية الأخ المتوفى يدل على قوة وفخر وعزة قد يحصل عليها صاحب الحلم بعد أن كان ضعيفا ومهزوما. رؤية الأخ المتوفى على الأريكة في المنام يدل على حسن عاقبته والله أعلم. إذا تمت رؤية الأخ الميت في المنام يرتدي الأخضر يدل على رضا الله عن الأخ الميت وصلاح حاله في الآخرة. رؤية الأخ المتوفى يموت مرة أخرى في المنام يشير إلى الحالم موعد موته اقترب والله أعلم. إن رؤية الحضن بشكل عام تشير إلى طول العمر للحالم. إذا رأت الفتاة في منامها أنها تعانق شخصا ليس لديه أي مشاعر حب، فهذا يشير إلى أن علاقتهما ستتطور وأن مشاعره ستتطور نحو الأفضل. من ترى في منامها أنها تحتضن أباها الميت فهذا يدل على حبه للموتى. دعاءه الكثير له واحتضانه له يدل على فرحته بما تفعله، وقد تشير هذه الرؤية أيضا إلى السفر أو الهجرة. إذا رأيت أن الميت يعانق ويبكي بقوة فهي رؤية تحذيرية وتشير إلى أن الحالمة ستفقد دينها بسبب كثرة الذنوب التي تفعلها في حياتها. إذا رأيت أن شخصا ميتا معروف بتقوى وإيمان يعانقها فهذا دليل على أنها تسير بثبات نحو الطريق الصحيح. إن معانقة الأب لابنته في المنام هو تعبير عن حبها له ورضاها عنه وفخره بها، وهو ينبأ بالتخلص من الأحزان ويبشرها بالسعادة التي سوف تأتي إليها قريبا إن شاء الله تعالى. إن رؤية الرجل أو السيدة في الحلم أنه يقبل الشخص الميت ويعرفه أو أحد أقاربه فهي إشارة إلى أن الحالم سيحصل على فائدة كبيرة أو ميراث عظيم من وراء الميت. إن تفسير حلم عناق وتقبيل المتوفى يدل على المودة بين الحالم وأهل المتوفى. وإذا رأى الحالم أن الميت يحتضنه وهو يعلم أنه المتوفى هو ولد الأطفال المحتاجين للرعاية والاهتمام، فهذا يعني أن الحالم يلبي متطلبات هؤلاء الأطفال حتى لا يشعروا بأن والدهم متوفى تركهم. هذا العمل الطيب يشعر به المتوفى في دار الحق وهو سعيد جدا به، ولذلك زار هذا الميت الحالم في منامه واحتضنه تعبيرا عن الامتنان. تفسير حلم البكاء مع الميت يدل على قوة الرباط التي كانت تجمعكما ذات يوم والتي لم يستطع أحد أن يفككها. هذه الرؤية هي إشارة إلى تذكير الأيام السابقة والأشياء والأحداث والمواقف التي كانت بين هذه الرؤية هي إشارة إلى تذكير الأيام السابقة والأشياء والأحداث والمواقف التي كانت بين الحالم والميت. قد تشير الرؤية إلى وجود أعمال بينهما ولكنها لم تكتمل بعد، فهي دليل على رسالة من الميت أن يكملهما. إذا كان هناك ثقة أو ميراث أو رسالة يجب أن ينقلها الراعي أو تبليغ الجميع بها وتوزيع الميراث بشكل عادل. إن رؤية البكاء الميت والحي تدل على الضيق والأزمة الكبيرة التي يمر بها الحالم والتي تفتح منه أبواب الراحة والسعادة إذا خرج منها. تشير إلى قرب الفرج والوضع الحالي سيتغير نحو الأفضل وجميع المشاكل الأخرى تنتهي تدريجيا. هو يا أخوانا زمانتم ما شفتوا كده
تنسوناش بقى بلايك وشير، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. ما تنسوش قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك كل يوم قبل صلاة قبل النوم وبعد صلاة العشاء، فهي المانعة والمنجية بإذن الله من عذاب الله في القبر. ولا تنسوا قراءة آية الكرسي أيضا قبل النوم، فهي من أذكار النوم. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.